كابتن كابتن. نعم يا ماما. بعد إذن حضرتك وبعد إذن حضرتك معلش أنا هعطلكوا ثواني. تفضلي تفضلي. أنا اسمي وديدة. اسم حضرتك إيه؟ منال. منال. ها؟ منال. معلش يا حبيبتي عشان ودني شوية فيها تحلب. تحلب؟ وحضرتك؟ أنا أحمد. مين؟ أحمد. مين؟ أحمد. عايزة حضرتك ولا مؤاخذة يعني فيها تعالى تجيب لي نص بسبوسة بالقشطة لو تكرم. ماشي. لا عادي مفيش مشكلة. طب خليك يا منى. طب ما تأخرش. طب أنا هنزل أقعد معاكي بقى. طب خليك عشان أنت تعبانة. لا أتسلى معاكي تحت بدل ما أنا واقفة كده طول النهار ما بنزلش خالص من البيت. أول مرة بنيجي 5 سنين أقف كده في الشارع فرحانة. فرحانة إني واقفة كده. من 5 سنين ما نزلتيش الشارع؟ ما نزلتش خالص. أنا يا يجي الراجل مكبساتي يكبسني يا تيجي الست بتاعتي المرهم تقعد تدهن لي جسمي وما تكلفت وأنام. بابا جه أهو. إيه؟ بابا جه. بسبوسة بالقشطة. الله يخليك. وأدي الباقي إيه؟ 35 قرش. فكي لي العلبة دي. أيوه. بسبوسة بالقشطة؟ الله الله حلوة. شوفي شوفي يا منال. نعم. بسبوسة بالقشطة. بسبوسة بالقشطة حلوة جميلة. تعدمني إن ما أكلتش حتة. خدي كده بالقشطة. فين القشطة؟ أهي خدي خدي. أيوة خدي. أنا إديني بقى حتة كده بالقشطة. الله يا لهوي يا لهوي. ايه في ايه؟ فؤاد فؤاد ابني ورامز صاحبه شافونا. بسبوسه بالقشطه؟ ايوه بسبوسه بالقشطه. ايه في ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه يا ماما؟ هو اللي جابها صح يا منال؟ انت قلت لي هات بسبوسه بالقشطه. في ايه يعني؟ عملنا ايه احنا؟ انت عملت ايه؟ ايه عملنا؟ مش هي اللي قالت لي هات لي بسبوسه بالقشطه؟ هي انا قلت لك. ايوه انت اللي قلت هات بسبوسه بالقشطه. حضرتك ليه بتكذب؟ انا ما بكذبش. هكذب ليه يعني؟ طب حط عينك في عيني كده. ما حط عينك في عينك. في ايه؟ اوعى. اوعى ايه؟ لما اقول لك اوعى توعى. ليه يعني اوعى ليه؟ وبعدين بقى وبعدين في الليله المهببه دي كل كلمه بتقول. انا عملت لك ايه؟ انت قلت لي هات بسبوسه. عامل لك ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه. اه انت قلت هاتي بسبوسه بالقشطه. يعني احنا غلطانين مثلا اللي جبنا لك بسبوسه بالقشطه؟ يا عم استنى بس بقى. مش اول مره يجيب لي بسبوسه بالقشطه بقى. نعم نعم نعم. انت هتخرفي ولا ايه؟ بقول لك كده عشان تبقى عارف. اقول لك ايه؟ ان شاء الله. نعم. يعني انا هنعمل لها ايه يعني؟ قول لي يعني انا اعمل لها ايه؟ استنى بس استنى بس عشان اوعى. ايه اوعى دي يعني؟ انت هتخرب معانا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ لا استنى استنى يا بيه استنى يا بيه استنى يا بيه. انت مالك منفعل ليه؟ ايه منفعل ليه؟ هنعمل لك ايه؟ انت قلت هات بسبوسه بالقشطه. طيب. هات بسبوسه بالقشطه. طيب. يعني احنا كذبنا؟ يعني بتعترف؟ منال. ما هي اللي قالت ومداني الفلوس. منال. نعم. وحياه عينيكي. نعم. مش بابا هو اللي راح جاب بسبوسه يا ستي؟ ما هو جاب. مش انت اللي قلتي روح هات. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ في ايه؟ خليك شاهد على اللي بيعمله. شاهد على ايه؟ شاهد على ايه؟ ايوه انا شاهد على اللي بتعمله. شاهد. انا شاهد على اللي بتعمله. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور غير ما تحس. اهلا يا هانم. اهلا يا هانم. ما تحرمش مني. أهلا. والله السنة دي رمضان مش عارف بقى ظروفه، لكن بعد رمضان عندي مسلسل كبير قوي. حضرتك كنت مرة وقعت في مقلب من مقلبي من 3 سنين. كنا عاملين حاجة عن ليلة الحيوانات أو حاجة كده. أنا؟ أه. ما صورتش. فين حضرتك؟ صورت. خالص حضرتك ما صورتش؟ لا خالص. انا اول مره اقابلك على الحقيقه كده. يا هلا بيك. ده بيشرف. بس انت كده خليت ذاكرتي، يعني ذاكرتي بيقول عليها قويه. طلعت انا ماليش في الذاكره وبايظ عني. احنا فرحانين ان احنا شفناك. الله يخليك. اول مره دي فرصه سعيده. فرصه سعيده. فرصه سعيده. نشكرك. اشكرك. اشكرك. اشكرك يا هاني. اشكرك. اتفضل يا بيه. بس ما دام انتوا ناس بقى بتحبوني كده، في حاجه عايز اوريها لكم. تعالى. انا حضرتك كتبت منها من يومين اللي هي ايوه ده حاجه قبها. والرف اللي كله اللي تحته ده طبي يعني. عموما فرصه سعيده واتشرفت بيه. فرصه سعيده. فرصه سعيده يا هاني. شرفت. ربنا يخليك. فرصه سعيده. السلام عليكم. ميرسي. او او يا استاذ بعد اذن حضرتك معلش هعطلكوا ثواني.
ساعه طلع. احنا ساكنين قريب هنا. ساكنين فين يا فندم؟ قريب هنا. يعني هتشربوني قهوه عندكم بقى؟ تشرفنا قهوه. الله يخليك. الله يخليك. انا بس عشان حضرتك قلت لي انك ما طلعتش معايا في كاميرا خفية. لا ما طلعتش. لا عمره ما صور في التلفزيون ولا طلعت معايا في اي حلقه ولا في اي حلقه. ده انا اول مره اشوف حضرتك النهارده. ولا في حلقه عند نجار ولا عند نجار ولا عند حلاق. طيب انا شايف ان صوره حضرتك اهي ساعه ما قلت لي انا بحتفل بعيد زواجي الثاني. ايه ده؟ اول مره اشوف الصوره دي. ايه دي؟ مين دي؟ اول مره. اول مره ايه؟ اول مره اشوف الصوره دي. دي واقفه وعامله كده وعامله ايه ده؟ يعني دي قبليه ولا امتى ولا فين دي؟ المدام؟ اه دي المدام. انا اسف. خلاص حصل خير. اسف. لا حصل خير. حصل ايه؟ حصل خير. حصل خير. لا امتى دي صورتي؟ دي امتى؟ لا خلاص صورتش انا خالص. الست دي تعرفها منين اصلا؟ اهدي كده. لا ما اهداش. اهدي قوي. اتنيل ايه؟ اول مره اشوف الصوره دي. يعني يتريس ويفهم كده. مين اللي يتريس ويتنيل قوي يتزفت؟ انت بتتكلم ايه؟ يا استاذ ابراهيم الصوره دي انت جايبها منين؟ بلا ابراهيم بلا عمر. بعد اذنك. بعد اذنك ما يوصلش. ما توطي صوتك شويه. لا 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 بعد اذنك. انت عامل فضايح صوتك. انت عملت لنا فضايح. الصوره كمان. كمان صوره. ما كفايه تليفونات وزفتي ونانا وزفته وعبيد. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ ليه بيتنا كده؟ ما يتخرب ولا يتنيل. تفاهم بالتريس والعقل. ما فيش عقل. ده ما فيهوش عقل. ده راجل قليل العقل اصلا. طب اهدي ونتكلم في البيت. ده اصلا تليفونات واسمع من السماعه الثانيه وكلام كتير ووادي صوت وصوره. طب لما موضوع نانا ايه؟ نانا ايه يا استاذ؟ افهم موضوع نانا يا استاذ ابراهيم. نانا ايه؟ الله يخرب بيتك. على بيت نانا. شكلك انت على بيت اليوم اللي شفتكوا فيه كلكم. شفتني انا كمان؟ انا ذنبي يا استاذ ابراهيم. ده خربت بيتي بالصوره دي. انا مش خرب بيتي. انا ما اعرفش حاجه عن الصوره دي. بالصوره. طب بالراحه. طب بالراحه. بالراحه. طيب ثانيه. انما دلوقتي مش هخاف من الزيت. بل عيال بلا زيت. مش عايزه اشوف الصوره. مش عايزه اشوف الليله كلها. طب شفت الصوره دي؟ مش عايزه اشوف سوا فيها صور. انا وانت اهو. انا وانت. طب شوفي صورة تانية اوريكي. ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايه صح؟ عشان تعرفي انه مظلوم. شفتي؟ بس ايه حكاية النانا دي؟ ايه انا ما اعرفش حاجة عنه. بص حضرتك تاني الحاجات دي يا استاذ ابراهيم. ده الكمبيوتر حضرتك. اخد صورتك حضرتك والكمبيوتر يلعب زي ما هو عايز ويضيف لك اللي عايز يضيفه زي ما ضاف لحضرتك صورتي. شفتي بقى؟ شفت بقى انا بحبك ازاي؟ الساعة الان السادسة. ايه ده؟ ايه ده يا ستان؟ مش فاهمة في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المكتوب ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه ده؟ كتب لك عفوا يتحدث باللغة العربية. يعني ايه باللغة العربية؟ مش عارفة انت بتتكلمي بايه؟ بأني لغة؟ ضع هذا هنا. سهرة سعيدة. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا نعم. مستنيين اتنين اوضه. اتنين كنا طالبين طلبين فراخ مشويه. فين حضرتك الطلب الاول والطلب الثاني؟ ارجو من سيادتكم ان تتكلموا معي باللغه العربيه. والله انا بتكلم باللغه العربيه. ماشي مفيش مشكله. انا عايزه الطلب الثاني. طب انا اكل هي؟ لا نظام المحل هنا اذا اردت ان تطلبي شيئا او تصحيح خطا تتكلمي باللغة العربية. طب انا عايزه. اوكي طب ماشي. ما احنا بنطلب عربي. بقول لك لو سمحت عايزين الطلب الثاني. هذه لغة عربية. نحن هنا نتكلم باللغة العربية. لا انت ما تجبرنيش على طريقة اتكلم بيها. حضرتك هنا بعد الساعة السادسة حضرتك نتكلم جميعا اللغة العربية. اوكي ماشي دي حاجة بتاعتكم انتوا. احنا مالناش دعوة. المحل هنا يتكلم باللغة الايه؟ باللغة العربية. بقول لكم ايه بقى؟ بلا عربي بلا فرنساوي بلا انجليزي. انا اتكلم الكلام اللي انا عارفاه. لو سمحت علشان ما نعملش مشكله. كثيرا على صحه سيادتكم. ارجو ان مالكش دعوه بصحتها. احنا جايين علشان ناكل مش جايين عياده. سيدتي هذا المكان يتكلم باللغه العربيه وهذا نظامه. سمحتي انا عمري ما شفت نظام زي كده. عمري ما شفت محل فيه نظام. ده نظام الام. هذا نظام. لو سمحت عايزين الطلب الثاني. انتظري قليلا سيدتي. طب لو سمحت انا وافلك اهو. شوف المحل الزفت ده على دماغه النار اللي قاعدين فيه. خلاص فين الطلب التاني لو سمحت؟ لقد تم حل المشكله. اجلسي سيادتي. اجلسي. طب مش هجلس لما اجيب الاكل. اجلسي سيادتي. اتحل الامر. اتفضل. اتحل ازاي؟ فين الطلب التاني؟ اتحل الامر. الامر. الامر لوحده. الحمد لله. ايوه اللي اتعادل معايا وظبط معايا. الاداره في الداخل قالوا لي لابد ان السيده تتكلم باللغه العربيه وناتي لها الطلب الاخر. لا انا ما اعرفش العربي. ما انا اعرف اللغه. لا 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 انتوا اسلوبكم فظيع. فين الاداره دي؟ فين الاداره؟ يا في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ازيك في ايه؟
خلاص يا حاجه. خلاص يا حاجه. خلاص 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 خلاص. مش قادر حضرتك، مش قادر حضرتك، اصل انا لسه هتغدى فدي هتسد نفسي. لا لا مش قادر حضرتك، معلش عشان خاطر. من ايد الدود ده عشان خاطر؟ خد يا ابني، انت زي ابني. ربنا يخليك، الف هنا وشفا. ربنا يخليك يا فندم. ايه ده؟ يا نهار. في ايه؟ فؤاد شافنا، فؤاد ابني، فؤاد. ايه ده؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه؟ اه بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. معلش يا فؤاد، هو جابها لي وقرش عليا، قال لي لازم تاكلي. جبت لك ايه حضرتك؟ انا معدي وحضرتك اللي قلت لي هات بسبوسه. عشان ما باكلش الحاجات دي. طب انا اعرف منين ان انت ما في ايه حضرتك؟ عاجبك اللي عملته ده؟ انا اعرف منين حضرتك؟ الحاجه الوحيده اللي ممنوع تاكلها هتجيبها لنا؟ انا ما اعرفش، هو في سم؟ ما البسبوسه بتتباع في المحل عادي. بسبوسه بالقشطه؟ بالقشطه اه حضرتك، هو القشطه دي سم؟ ولا يهمك من فؤاد ولا يهمك من رامش، لان انا اللي هقول لهم يعملوا اللي يعملوه. انا لو حضرتك انا عملت حاجه؟ انا اللي اقول. انا عملت حاجه حضرتك؟ انت بتجيب لي بسبوسه بالقشطه ليه؟ حضرتك اللي قلت لي. قلت لك امتى؟ وانا معدي حضرتك ندهت عليا قلت لي هات لي بسبوسه بالقشطه. دلوقتي انت بتفتري عليا يعني؟ بتفتري عليكي ليه يا ست؟ ايه المشكله؟ ما انا لك مزعل ماما ده ليه؟ بس ابني الصغير استاذ، انا معدي والحاجه ندهت عليا. ندهت عليك ازاي؟ قالت لي بس يا كابتن. يا لا ما قلتلوش يا كابتن. ما قلتلوش بس، انت بتكذب. يا كابتن. ايه؟ لا عملت ما اعرفش اعملها انا دي حضرتك. طيب خلاص مش مهم. فقلت لها حاضر يا فندم، عايزه ايه؟ قالت لي عايزه نص كيلو بسبوسه بالقشطه. جبت لي ايه بتقول؟ بسبوسه. بتقول جبت ايه؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بسبوسه. انت يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبيت وبيت عروسه. انت يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبيت وبيت عروسه. على فكرة يا أستاذ معلش أنا آسف، يعني في تقالة مني، بس أنا مضطر غصب عني إن أوري حضرتك صورة ليك. صورتي يا حضرتك؟ اللي أنا قلت لك إن أنا ذاكرتي ما تخنيش، مش أنا قلت لحضرتك كده؟ أيوه. وقلت له أنت طلعت معايا في كاميرا خفية؟ قلت ده ولا لأ؟ بس هو ما صورش مع حضرتك كده. لا ده كان هو وكمان دي أهي حضرتك. إيه ده؟ حضرتك بس مين اللي معايا دي؟ مين دي؟ مين دي؟ كلمني مين دي؟ بس ثواني اصبريني، انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. اصبرك ايه؟ مين دي؟ الصوره دي من جبتها منين حضرتك؟ حضرتك ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. الصوره دي حضرتك انت متصورها وقلت لي انا قدامي اسبوع واحتفل بعيد ميلاد زواجي. حضرتك ده ما حصلش، انا اول مره صورتها امتى دي وفين؟ كلمني انا، كلمني يا حبيبتي. اصبري قلت لك اصبر. ايه كلمني؟ لا ايه يا استاذ ابراهيم، انا الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه خالص. انا لو سمحت اخت حضرتك انفعلت فجاه كده. دي مش اختي، دي مراتي. لا حضرتك انت كده بتخلق مشكله. صورها امتى دي؟ انا اختي. انت بتخلق مشكله كده حضرتك. انا مش عارف دي ما اعرفش عنها حاجه بتعمل ايه اساسا. لو سمحت وريني الصوره دي. معلش حضرتك انا بتكلم معايا. ثواني ثواني. ايه وقف ايه؟ انا عاوز اعرف الصوره دي. استاذ ابراهيم انت جبت منين؟ ثواني حضرتك، ثواني هستاذنك بس ثواني. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كل شيء يتحل حضرتك. لا مفيش حاجه بتتحل يا استاذ ابراهيم. ازاي يعني؟ مباح قوي يكون شبهه، واحد شبهه. شبهه ايه يا استاذ ابراهيم؟ ده جوزي وانا مش عارفه. استنى مشكله كده دلوقتي، انت جبت الصوره دي منين؟ استنى هنا. ومين ده يا استاذ ابراهيم؟ يا بنت اصبري قلت لك مش هقدر. ما تعصبنيش كده يا استاذ ابراهيم. اصبري من فضلك. انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. لا تعرفها. ما تعملش اشكال حضرتك. انت عملت اشكال دلوقتي. انا بس يوم شفتك يا جدع. تعالى بس تعالى. اجي فين؟ اجي فين؟ تعالى بس. انت جبت الصوره دي منين؟ اهدى بس اهدى. ما تهداش يا استاذ ابراهيم من فضلك، وريني الصوره دي. ما انا مش فاهم اتكلم معاك ازاي. انت انسان مش كويس. خساره العشره دي. انت ما تغلطيش كده، ما تخليش كده يفرج الناس علينا في الشارع. يا استاذ ابراهيم سيبني، بقولك سيبني خلاص. يا عم انت جبت الصوره دي منين؟ انا ليا. لو سمحت يا استاذ ابراهيم انت عملت لي مشكله كده. انا بقى يا استاذ ابراهيم لو سمحت يا استاذ ابراهيم ادينا الصوره. حضرتك الصوره انا عارف عن الصوره دي حاجه غير عن يوم مهبب بنينا. انت بتعتلي منين انت؟ من فضلك هات الصوره. انت بتعتلي منين؟ هسيبكم وامشي. انا خلاص عملت لي مشكله. انت تاخد بيت دلوقتي. انت كده تاخد بيت خلاص يا بنت. انا مش عاوزاك خلاص. بص حضرتك، طب بص لصورتك دي، طب بص لدي، بص لدي حضرتك. ايه رايكم؟ ايه ده؟ اهي مش انا اهو، وانت وشجره ورانا والاستاذ اهو، وانت اهو اهي. اتفضلي. ايوه انا دي. اتفضلي اهي. ازاي؟ وخليها للذكرى حضرتك. انا استاذ ابراهيم. ساعه الان
السادسة. ايه ده؟ انا في المطار هنا ولا ايه؟ لا قعدت بمصر في الوقت. ايه ده؟ ايه الحاجة؟ حمص بلا عربية. ماما احنا بنتكلم ايه؟ مش هندي. يا جرسون يا استاذ احترموا هذا المكان. نعم احترم ايه؟ هذا المكان. يعني ايه احترم هذا المكان؟ معلش يعني انا محترم. ايه احترم هذا المكان؟ اصمت ما تقول لي اخلص احسن. معلش مالك انت بتكلمي ليه كده؟ في ايه؟ انت فين يا عم انت؟ ارجو الهدوء. اتفضل. ارجو الهدوء. تفضل. ايه اللي بيحصل ده؟ فين الاكل وبتاع؟ خلينا نمشي من هنا. في ايه؟ تفضل. اتفضل. ارجو ان تكونوا راضيين. في ايه؟ تعال انت يا استاذ تعال هنا اهوت. في ايه؟ نعم يا سيدي. فين بقيه الاكل؟ فين الاكل؟ يعني طلبت كلوب بانيه اتنين وواحد فيليه. جايب لي الفيليه بس وجايب لي رز. انا ما طلبتش رز وبطاطس. وايه اللي انت جايبه ده؟ ساقضي لك كل شيء. تقضي لي كل شيء؟ ولكن حضرتك بتتكلم كده ليه؟ في ايه؟ اتكلم. بص كلمني زي ما بكلمك. عفوا التحدث باللغه العربيه. ايه التحدث باللغه العربيه؟ انا هتكلم بمزاجي مش هتحدث باللغه العربيه. انا بحدثها عربي ما بعرفش اتكلم عربي. هذا المحل بعد الساعه السادسه يتكلم باللغه العربيه. بص لا سادسه ولا سابعه ولا ثامنه ولا عشره انا ما بتكلمش عربي. استني بس. في ايه بالظبط؟ هذا هو نظام الشركه الام. الشركه الايه؟ الام. لام ولا اب؟ الاكل لو سمحت يرجع ويجيب لي فيليه ويجي لي اتنين اسكالوب بانيه. انا دافع ثمن الاكل دهوت. ارجو ان تكلمني باللغه العربيه. مش ما بعرفش اتكلم لغه عربيه. انا اساسا اخر الحضانه اتعلمت في حضانه بحدي. احنا فين هنا؟ في المطار هنا ولا في محطه مصر ولا في هل يوديكي هذا؟ شكلك كده مش مالكش دعوه بيها. كلمني انا. انا تقولي ليه يا عم انت؟ كلمني انا هنا. انا يقال لي كلمني انا. بقول لك انا شخصيتي الغريبه والله العظيم البتاع ده هتدفع نفوخك. كلمني انا. ارجو ان تهدى. مالكش دعوه بيها. ليه معها عتاب؟ ايه العتاب؟ ايه تعرفها منين انت؟ شطول لي عتاب. هات لي صاحب المحل. نعم انا صاحب المحل. يلا كمان كمان صاحب المحل. تكلم معي اللغه العربيه. مش هتكلم معاك. عايز اتكلم لغه عربيه. عاوز اتكلم لغه عربيه. اعطيني غبزا وحنانا. عندك مانع؟ هو ده اللي عندي اللغه العربيه اللي اعرفه. هل هذا يرضيك؟ يرضيني يا عم. يلا يا عم اقعد ساكت بقى. ارحمني بقى. ارحمني. احنا جايين درس هنا ولا ايه؟ ارحمني. انت قاعد في وشك بقى قصاك البرميز اللي انت لابسه ده. ابني غلط. ما تتكلمش. اخطب وتفرق اساسا. انت لا تستطيع ان تفعل. لا اعرف. لا اني اعرف. ولا تستطيع. اعرف. انت عايز ايه؟ ولا هي. اعرف. اعرف. انت عايز ايه؟ هشطب لك بالظبط اقفل لك ام المحل ده. هتطلب ماذا؟ البوليس. انت عايز ايه؟ انت شلت نصابين. انت لا تستطيع ان تطلب البوليس. نعم. لا اعرف. لان ليس معك تليفون محمول. معيش ايه؟ تليفون محمول. لا معلش ولا تجيش. بس ما سمعتش. بس تليفون محمول. ليس معك تليفون محمول. بقول لك اساسا بص انت خنقتني وخنقت اهلي وخنقت. بص مش عارف اقول لك. هو انا ما بحب بقى تتفزلك. اسمع ليس معك الجوال المحمول. ماشي. برافو. أسمع. برافو. برافو. ايه 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 تحت امر. صباح الخير. ايوه حمد تحت امر. يا صباح الإشراقة الطيبة. صباح الخير. يا صباح السعادة. ربنا يخليك. صباح الخير. يا صباح النماء والمحبة. ربنا يخليك. صباح الخير. ربنا يخليكم. أنا أمور. اسمي وديدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا. يدلعوني بدودة. أهلا وسهلا. كنت أنا صغيرة أقول دودة دودة دودة. عشت الأسام. أنا صغيرة بقى. عشت الأسام. أتشرف بيكي. تهاني. مين؟ تهاني. مش سامعك. تهاني. عشان انا تاخذونيش. ودني الشمال دي فيها تحلب. ايه؟ فيها ايه؟ فيها تحلب. تحلب؟ طب ده جالك منين التحلب ده؟ والله دم خفيف. ولا مؤاخذة لو بصيت كده حضرتك انت نازلة كويس. فين؟ بص هناك كده في محل اخضر كده. ابو تندى اللي هناك ده؟ ابو تندى. ده بيبيع حلويات. حضرتك بيبيع بسبوسه وكنافه. انا بحب البسبوسه قوي. عاوزه قد ايه؟ عايزه نص بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه قوي. طيب ايوه شكرا قوي. وخليكي بقى معايا. ماشي. نتسلى مع بعض. انا بقالي سنين ما نزلتش الشارع. ربنا يديك الصحه. اجري الدم في رجلي لان انا عندي عظمي عامل زي الحلاوه الطحنيه. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليكي. انا اول مرة اقف في الشارع. بسم الله عليك. ربنا يديك الصحة. الحمد لله. الحمد لله. لا ده انا كنت فين وبقيت فين. ربنا يديك الصحة. اتفضل. ايوه. ادي الباقي اهو. ايوه. وادي البسبوسة اهي بالهنا والشفا. فك يا محمد. طب ما حياة عينيك لا تفك. ما تاخديها وتخش ترتاحي. لا 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 مش مخنوقة من جوه.
يلا ادي حته. انا اصلا مش هقدر اكل منها لان انا عامل دايت. عامل مين؟ عامل دايت. عامله ليه؟ علشان انزل شويه عشان انا زياده كده عاوز شويه. عامله فين يعني؟ عامله عند الدكتور. طب وسايبه ليه حضرتك هناك؟ لا ده هو مش واحد انا سايبه، ده هو نظام انا بتبعه علشان انزل شويه. وحياه عينيكي تعدمين بعد الشر عليك. تعدميني اديله حته في بقه. انت اللي تفرغي بقه. وكليه يلا حماده. وبقه بقه دي وبعمل رجيم بقى بعدين. انا برضو حته صغيره كده بالقشطه. ايه ده يا نهار ابني؟ ابني شافنا. ابني شافنا. شافنا احنا بنعمل ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. ايوه هم الجماعه. يا حسن يا ماما. يا رامز. في ايه؟ يا رامز. يا عجبكم اللي عملتوه ده؟ اللي عملناه. في ايه؟ مالك يا حاج؟ الف سلامه. مالك؟ هي طلبت مننا بسبوسه بالقشطه. قلنا لها في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ اوعي اوعي ايه؟ هتكذبي يا تهاني؟ وتكذب ليه كمان؟ هتكذبيها كمان؟ هتكذبيها كمان؟ وانت يا محمد؟ ايه انا ايه؟ مش انت اللي جايبها بايدك ليه؟ ايوه انا اللي جايبها، مش انت اللي قلت لي هاتها؟ انتوا جبتوها لي ليه؟ مش انت اللي طلبتيها؟ انا طلبت ايه؟ طلبت ده؟ وحياتي ليك انا طلبتها؟ ايوه طلبتيها. هو انا هنغني؟ ولما انت عارف ان الدكتور منعك عنها على البسبوسه ام قشطه بتطلبيها ليه؟ اوعى اوعى اوعى. باختصار حضرتك دلوقتي احنا بنحبك وبنحترمك يا ست. تحبيني علي وتحترميني؟ احنا مالنا منك حاجه؟ انت تعرفيني؟ تهاني انت مش عاوزه تاكل بسبوسه ام قشطه؟ تهاني ايه وخرج بقى بيتك وبت اليوم اللي شفتك فيه؟ انا مش عارفه تهاني بتنفعل عليا ليه؟ بتنفعل عليا عارف ان الدكتور منعها من البسبوسه ام قشطه؟ هتلاقي قفص وحطها فيه طالما بتخرج وتسيبها. قفص ايه؟ اه معلش محدش هيعمل لكم حاجه الا باذني. يا سلام. ورطش ولا 10 ثاني. رامز رامز مالكش دعوه بيها. تيتا مش عارفه انام قلقتوني. اه يا حبيب تيتا. هي توتي تيتا حبيبي. تيتا حبيب قلبي. حبيب قلبي. تيتا حبيب. انت هدادة صباح. هدادة هدادة صباح. هدادة صباح. مش عارف انام. تعالي خدي جوه وكان في تيبه خليه ينام. وجوز العقول ده بتربيهم للعيد الكبير ان شاء الله؟ مين دولا؟ ولما انت عندك ناس جوه اهو وعندك ناس بتقولي في الاول ليه انت مش فاضيه؟ تقرفي وما عندكش حد ومش قادره تنزلي وتكذبي علينا ليه؟ انا ما اقدرش اهين اهل بيتي وتهينينا احنا؟ احنا خدامين عندك؟ انت لما عندك جوز فاهم اللي جوه دول؟ ما توهنا ليه وما كناش انا معاهم ليه؟ عرفتينا في عشتنا. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكم. اهلا بيكم. عايزين نشوف حضرتك بقى حاجه في مصر. لا رمضان ده هيبقى صعب. السنه الجايه باذن الله بحضر حاجه جديده. بس انت حضرتك طلعت معايا قبل كده في كام خبر. انا عملت معاك فقره قبل كده. انا ساعه عملنا الموقف بتاع ال ده اتزع بره موقف العوامه و مش واحد شبهي ولا حاجه. انا بصور التلفزيون الكاميرا خفيه مش والله مش هو. بس يا ريت كان طلع معاك عشان تخلص لي طاري منه. ست مفتريه. بس بدون الستات بقى عيش. لا طبعا الستات كلهم فوق دماغنا طبعا. فرصه سعيده يا هانم. ميرسي ميرسي لحضرتك. بتشكر جدا. انا هستاذنكم في حاجه بس لان انا قبل كده جيت هنا وخدت حاجه من هنا لطيفه قوي هي لحوم. وهنا كمان حضرتك في زيوت جديده في منتهى الجمال. في منتهى الجمال يا ريت اللي هي الازازه الطويله شويه دي. طب فرصه سعيده. يا فرصه سعيده. يا استاذ بعد اذن حضرتك معلش يعني في تقاله مني انت عشان قلت لي انك ما طلعتش معايا لكن انا ذاكرتي لا يمكن تخيب وقلت لحضرتك ان انت طلعت معايا بالفعل. حضرتك واقف قدامي اهو وادي المدام ساعه ما قلت لي انا طالعه سنغافوره حاجه زي كده اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ ايه دي يا استاذ ابراهيم؟ ايه؟ ايه الصوره دي؟ مين دي؟ رد عليا انا. اول مره اشوفها. ازاي؟ والله اول مره اشوفها. ازاي؟ ازاي دي مين؟ ايه دي يا استاذ ابراهيم؟ صوره حضرتك معاك واحده اهي. اكيد حد شبهي. لا شبهك ايه؟ انت كده مين هو؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ معرفش. انا معرفش قشك باسناني. معرفش. ما تعرفش. هشوفها الاول. ازاي تشوفها انت طايح عن نفسك؟ يمكن شبه يبقى شبهه حد حضرتك. ده صح. ده ممكن يكون شبهه مش هو. بيخلق بالشبه 40 40 44 يا واد مش 40. ده انت ايامك سودا معايا. تعالى انا هوريك. فاكر
انت اكيد اتجننت. انا اقول لامك حضرتك احنا بنقعد ايه جن لما لخبطك تونس والجزائر وهنا وهنا. انت كنت فين؟ مفيش تفاهم. ايه ده يا استاذ ابراهيم ده؟ ممكن تكون مش بتاعته فعلا. لو سمحت مش بتاعته حضرتك. لو سمحت معلش عشان خاطري. لو سمحت عشان خاطري. انت عايزه من الموضوع. الموضوع عشان هتعملي بصوره ايه؟ الموضوع انا مش عارف اقول لك ايه والله. مش عايز اعزاك يا استاذ ابراهيم. تهزقني ليه بس؟ ثانيه واحده. ما كل راجل ليه غلطه حضرتك. يا استاذي ليه غلطه ايه؟ انت بقى طاطه مهببه. الصوره دي بصورتك بس بعد اذنك. بعد اذنك هتقطعيها. هتقطعيها. مش عايز اعزاك. تهزقيني ليه؟ انا عملت ايه غلط؟ لو سمحت من فضلك اطلع بره. اطلع بره فين؟ بره الموضوع. هو جوز حضرتك؟ ولا دي مين؟ ما اعرفهاش. يعني انا مش شفته. مراتك. انا مش شفته. ده كان اخر يوم بيني وبينك النهارده. مراتك؟ يا انا يلا انت اكيد اتجننتي. اذا ما وقفت حالك وبهدلتك شك فيا تقع مش هتكعك. يلا مش انا. استنى بس حضرتك قول لي دي مين طلعي هكون كوم النهارده وعيش معاكم تاني. معلش الله يا كريمه. طلع ايه؟ لا 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 غصبين عن عينك. بص العيال يا كريم. بص بص عيال خدهم العيال. طب بص الصوره دي. قول لي دي مين الاول. طب بص الصوره دي. لو سمحت يا استاذ كريم. طب شفتي الصوره دي؟ لسه في صور تاني؟ لا صورتي انا معاكي. صورتي معاكي. انا معاكي. انا اهو 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 اهي. انا معاكي اهي. انا معاك ومعاها اهي اهي اهي. ده مقلب. اهي اهي. واهو وانا صورتي معاك انت بس. ده حضرتك الكمبيوتر والتقدم العلمي. لما يأذي ولما يسعد. شفت بقى المقلب؟ وانتوا اثبتوا حاجه واحده جميله ان في حب كده. في جمال كده. في جمال كده. هتموتيه علشان حسيتي بان وقت. طبعا طبعا. عموما احنا فرصه سعيده. الله يخليك. يعني عملتها فينا. هي صدفه سعيده. في عندنا حضرتك كباب. عندنا فراخ حمام. عندنا خلاص ناخد انا كباب. خلاص يبقى واخد كباب نص ولا كيلو؟ نص. نص؟ اه وحمامتين محشيين. حاضر. وهعمل لك حبه سلطات. شويه سلطات بقى على كيفك انت. انا حاضر تحت امرك. والطحينه ما تنساهاش. مين يا فندم؟ الطحينه. لا يا فندم ده احنا عندنا احلى طحينه. الله يخليك. حاضر. انا هستاذن حضرتك بس الحساب 135 جنيه. الحساب اما ناكل بقى. ما حضرتك علشان تغيير شيفت. حضرتك خلاص تغيير شيفت. اديله الحساب. 135 حضرتك يبقى جزيل الشكر. عشان عايزين نمشي. الساعة الآن السادسة. البنت عايزاه كويس. صبر كويس. ما هو كويس وغلبان. احنا قلنا حاجة. طيب يعني انت موافقة. انا موافقة. في محقفل ولا ايه؟ مش عارف انا في ايه بالظبط. خد يا عمنا. اعجبك الطعام؟ نعم. اشكرك على اخلاقك. يا ريس. يا ريس. نوم لذيذ بالفعل. لذيذ فعلا؟ نعم. انت يا عمنا. شكرا على حسن اسلوبك. شكرا لك. انت يا ريس. ما تيجي تغدى علينا. تعالى هنا. اقعد انت بس يا مهيبة. تعالى. اقعد ايه بس في اليوم المنيل. اليوم المنيل ده. نرجو الهدوء. لماذا كل هذا الصراخ؟ انت يا عمنا. سيدتي هذا مكان المحترم. ادى. هو في ايه بالظبط؟ ايه بس احنا شايف في اشكال غريبه بالشكل ده. هو في ايه؟ انت يا استاذ ما تيجي تكلمنا. كلمني يا عم. هنا كلمني يا عم. اللي احنا طلبناه انه قاتل. هاتف. ايه ده؟ تفضل. انت يا استاذ تعالى نكلم. تعالى تشوف الاكل اللي انت جاي. تعالى شوف ايه ده؟ انا لا افهم. ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اريد؟ ايه ده؟ ده طالبين نص جايب ربع. ما يجيش ربع كمان. وحمامه واحده طالبين اتنين. وفين السلطات والبتاع؟ العيش. ارجو بسيادتكم ان تتكلموا اللغه العربيه. هو بعد ما شافوا ادوك كتاب يا استاذ. ارجو بسيادتكم الالتزام بنظام. انت جننتني وضايقتني بصراحه. ايه ده؟ انت خنقتنا. انه نظام حديث في جميع بلاد العالم. يا استاذ انت واخد فلوس حق الاكل ده تجيبه لنا اللي احنا طالبينه. اني اعترف انني قد اخذت منك المال. طيب فين طلبات؟ المال اللي انت اخذته واللي انت تكلم معي باللغه العربيه. احنا ولا نعرف لغه عربيه. احنا لا نعرف لغه عربيه ولا انجليزيه. انت مش خدت فلوس تجيب لنا اكل من الفلوس خدتها. هذا هو نظام المحل. حل ايه وبتاع ايه ده؟ روح انت قال لنا المدير بقى. قال لنا حد. قال لنا اي حد كبير. انا سيادتك الجنرال مانجر. يا من ده ليه صعب المحل نتكلم معاه؟ انا الجنرال مانجر. اوعى اوعى اوعى. خدي بس يا مهيبة بس. اوعى اوعى.
اقعد يا مهابة بس. اه في ايه؟ اقعد اما تشوف اخرتها. اني اتكلم معكم باللغه العربيه. حول الله يا رب. باللغه العربيه ولا الانجليزيه؟ عم احنا جمعنا فلوس تجيب لنا بيها اكل. نعم اني احترم رايك. اذا تكلمت معي باللغه العربيه. فين الاكل اللي احنا طلبناه؟ فين؟ لو سمعتيني. المعلم طالب حمامتين وانا طالبه نص كيلو كباب، هو فين؟ تكلمي معي باللغه العربيه سوف اكلك بكل طلباتي. ما بنعرفش نتكلم لغه عربيه. احنا بنتكلم لغه عاميه. يا ساده هنا نتكلم باي لغه؟ تكلموا قولوا له. فاهمين يا اختي اللغه العربيه يا سيدي ولا انجليزيه؟ اسكت انت يا مبنطلون محزن ولا في ايه بالظبط؟ كفي يا ابو شعر اصفر الجتاني. كفي عن هذا الصوت. ايه كفي وايه مش كفي دوت. ارجو الهدوء. ده ممكن ما تدينا فلوس يا ابني؟ عايزين فلوسنا يا عم. اقعد انت يا ابو هيبه. اقعد بس يا ابو هيبه. اقعد انت يا ابو هيبه. اقعد يا ابو هيبه بقى. شوفت 140 جنيه ادينا فلوسنا. انا لا استطيع. عايزين فلوسنا ونمشي. انا لا استطيع لانه كان تغيير شيفت. احنا نعرف شيفت ولا نعرف بتاع ادينا فلوسنا ومش عاوزين. خد يا عم اهلك اهوت ومش عايزيننا، عايزين فلوسنا. يلا بقى مشينا فلوسنا. دخلنا المحل المنيل ببساطة. يلا يا عم. ادينا فلوسنا يا عم. ببساطة قل لي أريد تكملة اللحم وحمامة سوف آتي لك. صدق أنت راجل تخنق. قل لي اعطني بقية اللحم وحمامة. كله بقى وخلاص. فلوسنا خلينا نمشي. قل لي اعطني بقية اللحم وحمامة. اعطيني بقية اللحم وحمامة.